تبدأ مراسي معرفة مدخل القعدة ترتيب للعيد يبدأ فيه من مدة رضي حلي فيه يقضوا كم وكم حاجات وعادات عرفة جميلة في الزمن اللي فات كانت دروب الحج وطرق الأسفار إلى المشاعر المقدسة تتعدد فيها اتجاهات محطات نقاط الانطلاق، حيث تجمعات حجيج الرحمن عبر وسائل النقل المتاحة التي كانت أقدمها على الإطلاق قوافل الجمال قبل ظهور وسائل النقل العصرية البحرية والبرية والجوية. كان الحج له معنى خاص لأنه في مشقة وفي فراق ومع قلة التليفونات ولا كذا، البرقيات ظهرت حتى في 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 وقت آخر. كان الحي له طعم، يقولون له طعم الحي، يعني اللي يسافر محزن وعياله محزنين، محزنين أبوهم هل يريع ما يريع. أول قدام ما يتحرك يأخذ يمكن حوالي أسبوع يستخلف من الخلق، الحاج يستخلف يروح يزورهم يطلب الحل منهم، أنا نويت على الحاج دعونا ربنا يسهل الطريق ويقل التعويق ويتقبل منا. العادة قبل ما يروحون يمكن الذين سيحجوا يعملوا مثلا عشاء أو لقالي أقربائهم وهكذا، ويقومون بتوديعهم في البيوت الأقرب جدا يعني. خريون ودعونا في المواتر، طلعوا مع المواتر مع مواتر اندروفل، ساروا مواتر اندروفل خريون مع اللي هناك. بعد هذا يتحركون على ظهور الجمال، أكثرهم ركاب على الجمال، يقتصر على الرجال فقط، حرمة ما بتطلع على المكلة 8 أيام على ظهر جمل، وقليل من يركب الخيل والكثير منهم يسيرون، وبعض حتى الأولياء والصالحين مثل ما يقال أنهم لا يفضلون الركوب نهائيا بل كانوا يمشون، والبعض الآخر يتحركوا إلى سيوون، تأتي شخصيات معينة من مناطق عرمه وهكذا بسيارات، هذه السيارات تقوم بنقل الحجاج هذه إلى أراضي المقدسة. والله الحي زمان عن أبانة كما أبانة كما كان يجون سيارات يعني بتفرت ليل سيارات أول بتفرت سيارات كبار كده يجون شلونهم هنا لمان بزنبور تجمعون هناك وشلونهم بعدين. رحلة ليست بالقصيرة بل رحلة شاقة فعلا يعني يقابلون فيها المشاق. وطبعا الرحلة شاقة والرحلة صعبة والرحلة مسافة طويلة، يشيل زاده معه كل واحد بزاده. يا سارحين اليوم بامعكم، يا سارحين اليوم بامعكم، بحي وبازور النبي كماكم، بحي وبازور النبي كماكم، يا سارحين اليوم بامعكم، يا سارحين اليوم بامعكم، بحي وبازور النبي كماكم، بحي وبازور النبي كماكم. العادة السابقة أن يستعدوا الناس الحج باستخراج جوازات السفر والترتيبات، وكانت الأمور مبسطة جدا وسهلة. على فكرة كانوا الحجاج القدام حتى الجوازات ماشي بورقة التعريف من قبل السلطة. طبعا النقل إما أن يكون النقل بواسطة المراكب يذهبون إلى المكلة والمكلة يتحركون إلى السعودية إلى جدة هناك قبل فترة محددة من المراسيم الحج. بعد رمضان بشركا يتحركون لأن الرحلة تصل إلى 40 يوم حتى يصلوا إلى أماكن المقدسة. يبدأ من أول القعدة أو آخر شوال ويصلون إلى جدة ثم ينتقلون إلى مكة على ظهور الجمال. فعلا هذه الرحلة الشديدة في الصقيع في القر، يعني مش عندنا نحن ثلج، ولكن في تلك الرحلة كانوا يعانون من الثلج طيلة الرحلة، ينزل عليهم و
يعني كانوا مشدودين ومحاطين بالبرد، يعني لأن الحج دائما نتحرك من بلدنا. طبعا مكة لا تعرف الشتاء، ولكن عندنا نحن نعرف الشتاء، ويخترقون الصحراء الربع الجزء الأيسر حتى يصلون إلى مناطق الخضراء. أما بالنسبة للحجاج فهم يسافرون متفرقين أصلا، فمنهم يروح كما قلت لك بالمركب في الساحل، ومنهم يروحون بالسيارات عن طريق البر، عن طريق شبوة، وعن طريق العبر وغيرها، لغاية ما يصلوا إلى الأراضي المقدسة. ولكن عندنا كل الحركة قريبة إلى منطقة العبر رملة السبعتين، ثم ينطلقون من رملة السبعتين يخترقون الآن الوديعة حاليا، ثم يأخذون اليسار لأنه أخذوا جهة اليمين، يتوهون في صحراء الربع الخاري ويدخلون حاجة اسمها البحر السافي. البحر السافي هذا يعني فجوات الماء تحت مغطاة بالرمال، يعني عندما ينزل الجبل أو ينزل الإنسان الذي يمشي يجد أنه يغور في البحر السافي هذا، ولا أحد يستطيع يسحبه أبدا. البحر السافي يعني ماء مغطى بالرمال، الماء المغطى بالرمال هذا إذا نزلت فيه تغوص فيه إلى الحلق وربما تموت وتنتهي فيه. ولا تزال ذاكرة مواسم الحج تؤرخ للبدايات الأولى لمراحل التوفيج المتعاقبة في رحلات إيمانية وافرة الثراء. حج الوقت الحاضر ما هو اليوم، ما قبل أحداثنا هذه عندما كان الطيران تطلع من سيوني لما نجده مدة ساعتين وشلك سيارة فاخرة مكيفة لما نمكة، كانت المشقة صيفية. لما تحس بالتعب إنك تحي هذا صح، ما تفي الطيارة وتطلع بس ثم لما تتعب تربي في الطريق، تربي في الطريق عياه وزيله وثيابه والسقل، ماشي ممنوع، كان ممنوع ماشي. رحلة الحي كانت رحلة شاقة بصراحة، ليست بالسهلة وليست بالرخيصة، يعني يمكن تكاليفها في ذلك الوقت أكثر من تكاليف اليوم التي نشتكي منها. القارب اللي بيشلهم يشلهم ساعية، تشلهم من كلة أو من الشحر ويرحلون، أحيانا يكون حظهم زين تأتي الرياح معهم اللي تدفع الساعي تصل إلى جدة، تصل إلى جدة، وأحيانا تيهم الريح المعاكسة، مشوا يومين ثلاث أيام ردهم الريح. قال إنه قبل عهد السيارات كانت آخر رحلات اللي سمعت عنها من الأجداد إنه تعرضوا في رحلة إلى الصقيع وإلى المطر الشديد وإلى الثلج، كان نزل ثلج. Thank you.
كان أول برقية، ما هي ما هو تليفون، كانت برقية. يقول لك برقية من سيئون على أنهم بكرة الصبح بيون. وبعدين عادتهم لعادوا بعدين يجون بعضهم في البواخرة يخلون يعرضونه مني في اليمرك، والناس تي وتزوره ويا حيابك. والمهم ان العمليه حق الحجاج يعني معنى الكلام لها تقدير. والعوده كذلك في العاده عندما ياتي اول يركع ركعتين شكر لله، وبعدين يشلونه لبيته ويبداون استقباله. يقول حيا بحيا وتمدينا نزور النبي ونزور كعبه محمد يا لبيت النبي والغايب الله يجيبه لا بلاده. وتاخذ الترحوب ايام، حد يدخل وحد يندر وحد كذا، ويطلب منه الفاتح. إلى الآن ما زال هذا التقليد، يعني اللي يأتي من الحج بالذات خلاف اللي يأتي من العمرة، هذا اللي يأتي من الحي يقولون رتب لنا فاتحة ويدعو الله، لأنه في الحديث عن النبي أنه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وبالتالي مع الرحلة الشاقة هذه فيكون مستجاب الدعوة ويدعو للآخرين بأن الله يبلغهم ما بلغهم من زيارة من حج بيت الكريم وعمرة مباركة، وكذلك زيارة قبر نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين يشلونه لبيته ويبدأون استقباله معه قوارير من القصدير ملحومة الحام فيها ماء زمزم، يسقيهم من قطرتين قطرتين في فنجان الشاهي تبركا بماء زمزم جابوا مكة، ويجيب لهم هكذا قليل تمر من تمر المدينة، يعطي الواحد تمر ولا تمرتين وهكذا. هذا بالنسبة ليش؟ بالنسبة لعملية الحج. تبدأ مراسيم معرفة مدخل القعدة، ترتيب للعيد يبدأ فيه من مدة. تبدأ مراسيم معرفة مدخل القعدة، ترتيب للعيد يبدأ فيه من مدة. رضي حلي فيه يقضوا كم وكم حاجات، عادات عرفة جميلة في الزمن اللي فات. رضي حلي فيه يقضوا كم وكم حاجات، وعادات عرفة جميلة في الزمن اللي فات. وصاحب الدار للسفرة صبح جاهز، وكل ما يطلبه أمر السفر ناجز. وصاحب الدار للسفرة صبح جاهز، وكل ما يطلبه أمر السفر ناجز. من بعد أيام تترتب الرحلات، عادات عرفة جميلة للزمن اللي فات. من بعد أيام تترتب الرحلات، عادات عرفة جميلة في الزمن اللي فات. ويوم تسعة وبوه نترقى بالوقفة، وصوم سنة تصوم الناس في عرفة. ويوم تسعة وبوه نترقى بالوقفة، وصوم سنة تصوم الناس في عرفة. يدعون للأهل اللي وقفوا على عرفة، عادات عرفة جميلة في الزمن اللي فات. يدعون للأهل اللي وقفوا على عرفة، وعادات عرفة جميلة في الزمن اللي فات. بالليل يتلون بالقرى
القرآن ما ناموا مشان نيل الرضا من ربهم قاموا في الليل يتلون بالقرآن ما ناموا مشان نيل الرضا من ربهم قاموا غير التسابيح ما تسمع وتكبيرات تسمع وتكبيرات عادات عرفة جميلة في الزمن اللي فات تبدأ مراسيم مدخل القعدة ترتيب للعيد يبدأ فيه من مت رضي حلي فيه يقضوا كم وكم حاجات وعادات عرفة جميلة في الزمن اللي فات